رز مع دجاج. توكلنا على الله، هذا هو جونا اليوم. Good morning. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما أدري ما صبحت عليكم ولا سلمت عليكم. So فطوري اليوم مكسرات مع عسل، خبز بر مع قهوة، قهوة بالحليب. فيا نفطر نودي الأولاد بعدها أروح النادي. WDVD traffic is brought to you by. Okay, Josie, love you. Go, go. Good day. All right, Adam, let's go. الحين رايح أوديكم معايا على النادي. رايحين الجيم. نبدأ روتين شتوي جديد. هذا هو مبنى النادي. هذا هو جلسات الانتظار، هذا الصالون. هنا الكافيتيريا، هذه كلها مكاتب العاملين. سواء انا اسوي رياضتي اطلع فوق من هنا. اوكي اوريكم، بس هنا في ملاعب كرة سلة. Good morning. وهذا الأكاديمية حقة الأولاد. Okay. Guys, we're done. إحساس والله ولا أجمل. إحساس fresh. إحساس كذا إنه تبدأوا يومكم وتسووا اللي نفسكم فيه. شفتوا كيف يا جماعة؟ شفتوا كيف النادي؟ شفتوا كيف مرتب منظم؟ كل الأشياء متوفرة فيه. إنجلتوا مسبح داخلي، مسبح خارجي. تقدر تسوي حفلات أعياد الميلاد. عندهم قاعات. عندهم رياضات كرة السلة، وعندهم الجبل هذا اللي يتسلقوا فيه، وأيضا عندهم سونا وعندهم ستيم. الستيم هذا البخار، بخار كذا يجيكم زي فيها زي ريحة الفيكس، يفتح لكم يا جماعة الرئة، يفتح لكم الرئة ويفتح دماغكم حتى يخليكم كذا مخكم صافي. فأحس فعلا الشيء اللي أنا رجعني الستيم. وغير الفاسيلتي جدا نظيفة ومرتبة ومسبحهم نظيف. هذا شيء. وشيء بالنسبة للأولاد، لأن الأولاد يحبون السباحة، وما لقيت، عجزت ألاقي مكان فيه مسبح family friendly يعني للعائلة. فأغلبها مسابح بس للأدلتس يعني 14 وفوق. فمرة ما لقيت، عيالي مرة يعني منسجمين على السباحة، هذه رياضتهم المفضلة. وأيضا في كيدز أكاديمي اللي هي زي الحضانة بس في نفس الوقت أكاديمية، ويعلمونهم الرسم والمهارات، ويعلمونهم جمباز، ويعلمونهم في بروجرام خاص يعني برنامج خاص للأطفال. فمرة متميزين في هذا النقطة، عشان كذا صراحة اسم على مسمى لايف تايم. فبس والله Good morning. الله، شم ريحة grilled chicken. Yeah, I had to. You left me alone. Mommy is not here, huh? I had to do all the work. يلا يلا. You can do it. Oh, you even cleaned the grill? ما شاء الله. Alright guys, so خلونا أروح أسوي شعري وأرجع لكم. ترى.
إيش رأيكم؟ في كثير ناس يحبونه مجعد، بس يعني حجيكم يوم بشعر مجعد. Anyways يا جماعة، خلونا الآن ننظف البيت. Let's go. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Alright guys, بعد ما رتبت البيت ونظفت كل شيء قلت أوريكم إيش سويت في دواليبنا. طبعا زي ما أنتوا عارفين أنا وريتكم كيف رتبت غرفة الخزانة. سو هذه خزانتي، نفس الترتيب والتنسيق، بس كانت الملابس شوية مكعبلة فنسقناها أكثر. الجينزات هنا، البناطيل الرسمية هنا، هذه كلها بناطيل السبورت اللي حقت الجيم ومن هذا الكلام. فالسلال فوق، تحت خليته فاضي شوية كذا عشان ندي شوية مساحة للتنفس. بس والله هذا سكشن ملابسي، هذا سكشن ملابس ديميتري بلايز، وهذه سادة ما حد يطالع هنا. بس فهذه هي خزانة الملابس. فطبعا البنت تطلع غالبا لأمها. جتني جوليا قالت لي، شافتني قاعدة أرتب وشلت كل الملابس كذا، طلعتها وقلبتها عشان أنظف الأرفف، فقالت لي ماما أبغى أرتب الدوليب حقتنا، ممكن أرتب ملابس أنا؟ قلت لها روحي حبيبتي الله يسعدك سويها يا، وشجعتها وكذا، قلت لها ديك مكافأة كمان. قالت لي طيب يا ماما، وراحت شالت كل الملابس اللي هنا طلعت برا وفنطتها، والله ما وريتها حتى بس تشوفني كيف ارتب، فنطتها حطت من بلايز ادم كذا، هنا بلايز، هنا بناطيل، هنا بجايم، هنا مدري ايش، يعني مره انبسطت انه شفت كيف انها تتبع نفس الاسلوب. فيا جماعه اذا اطفالكم يبغوا يساعدوا ادوهم فرصه، والله العظيم راح تستفيدوا انتم وهم يتعلموا. خليني الحين اوريكم دواليب جوليا، شوف كيف لاني قامت. فلما تلف ملابسها رجعتها هنا، البيجامه حقتها حقت اليوم حقت امس. سو هنا دولاب حق البلايز كله ملفوفين كذا، هذا بناطيل بلايز ادم، الله يسعدها رتبت بشكل مره منظم. فان شاء الله السنه هذه حتكون سنه منظمه ومرتبه، واحنا كمان جسديا حنروح النادي ونهتم في نفسنا. وايضا هدفي في السنه هذه يا جماعه انه اولادي يتعلمون اللغه العربيه. في اجازه الكريسماس 10 ايام ركزت عليهم اكثر، والحمد لله مبسوطه من نفسي ومبسوطه من الاولاد، لدرجه صاروا يعرفوا يركبوا الحروف يحطوها كلمات، فمره مبسوطه. هاي everybody، نانا تقول لكم هاي. Alright guys، دوبنا طلعنا من البيت، خلاص خلصنا تنظيف وطبخنا، سوينا رز وعندنا إيدام من أمس. So نانا تبغى تروح ميسيز، ليش؟ لأنه بعد رأس السنة أو بعد الكريسماس يطلعون تخفيضات هائلة. أوكي، هذه معلومة جديدة لكم اللي مش عارف. يلا بينا على ميسيز. Alright go نانا go. هذا هو ميسيز. Thank you. Yay. Alright. Okay, let's see what they have. شايف الناس متخبلين على هذه الكاسات. You see? Hi. Hi. Can I have one of the pumpkin? No, banana walnut pecan loaf. Okay. And just a tall coffee, please. Tall coffee, any cream? Yes, cream. طلبت قهوة وفي الأخير محفظتي في السيارة. الأدمية كانت مرة نايس، قالت لي خذي القهوة وتعالي مرة ثانية أدفعي. ترى هذا شيء ما يصير، ترى نادرا تحصل، بس أتوقع كانت عربية. guys شوفوا أنا في سكشن الكمفورتات، هذا عليه تخفيض واو، على 30 دولار 29.98 سنت. yeah I will look for kids. kids are in the other section. okay I'll be right back. هروح أشوف سكشن الأولاد وأرجع لكم. واو يا جماعة، وقسم بالله أشياء بثلاثة دولار وأربعة دولار، الحقوا. فالحين رايحين بسرعة نجيب الأولاد لأنه مرتخنا. So how was your day guys?
Good. What are you doing at school, Rima? Rima, I'm done. I finished bachelor. Rima, done school. I finished master's. I'm done. Done. Julia, I had them. Do you buy something? I did. Don't look until we get home. Already? على طول اي شيء اقول لا تسوي على طول جوليا دايفين ان ماما سربرايز فور يو اي جاد سربرايز فيو ثينجز سي احبك غزه احبك غزه سي احبك دلال احبك دلال احبك بسمه احبك بسمه ونحبكم كلكم يا جماعه وخلونا الان نوريكم ايش اشترينا للاولاد ار يو اكسايتد تو سي وات اي بوت فور يو جوليا جيمناستيك Show us one move. One. Do it. One, two, three. Whoa, bravo. And can you stand? Yes. What is it called? Handstand? Handstand. حتكون بطولها واقفة. Okay. الله. تفضل. All right. الحين نوريكم ملابسنا. أوبا. Like this. Okay. بسم الله. BB jeans jacket for Julia, $3. Julia, can you put this on? So, let me see. Nice. Turn around. Whee! Allah. Marra fit. Perfect. All right. طيب جماعة, Calvin Klein. يجي معه legging. You will not wear it, okay? Just to show them. هذه ترى $3. $3 ثلاثة أو أربعة $3 I swear guys شوفوا $3 Nike $5 إيش رأيكم مرة مريحة حلوة وهذا أيضا فستان جوليا جينز $3 So أيضا اشتريت لجوليا الليجينز هذه set of three ثلاثة $10 ومعها هنا طوق ما أدري إيش اسمه طوق أو مشد للشعر Okay, so هذه ب $9.99. Now Adam, للصيف shirt طبعا ما أدري أسعار أشياء حقت Adam بس كلها بين الأربعة و$8. Okay, shirt, T-shirt, another T-shirt. So هذه بلوزة بأكمام طويلة برضو Tommy again. حلوة مرة. كحلي هذا كحلي بس ما أدري ليش باين أسود يا كحلي وسكري. وي بولو alright guys وكذا جينا على نهاية الفيديو ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا بليز اللي مو مشترك اعملوا سبسكرايب فعلوا جرس ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم باي 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 با